بس غاده الكبسه بقى يعني قولي لي بقى هتعملي ايه الاول؟ مقدمه ايه للناس؟ السنه دي في رمضان هعمل 30 حلقه كلها عن الرز. هعمل رز حلو ورز حادق، يعني هعمل 30 وصفه رز حلوه. ده رز ايه؟ زي رز بلبن بقى وكده؟ بس يعني بحاجات كتير قوي، يعني هعمل رز بلبن بالجالي، رز بلبن بالكريم كراميل، يعني وصفات كتير قوي بالرز، ان الرز من الحاجات المحايده برده اللي ممكن لو استخدمناها في الحلو بيعمل اصناف كتير قوي حلوه. فاحنا عندنا نرمين هتكلمنا عن الفول، 30 حلقه عن الفول، مظبوط كده؟ والعيد كمان، والعيد كمان هتعملي كحك فول، كحك الفول عندنا معمول بالفول. اوكي، فيعني احنا نرمين اتكلمنا عن الفول، وغاده هتكلمنا عن الرز، ازاي نعمل رز حلو ورز حادق، وهناخد منكم وصفات دلوقتي حالا. لكن اروح لاماني. اماني البط لايت، انت شغاله في الاكل الصحي؟ عمري ما اشتغلت في الاكل الصحي، طول عمري بحب الاكل الحلو، وبحب الزبده جدا، بشوفها من اكتر الحاجات الرائعه. الكريمه بعشقها، بحب الاكل الفرنساوي جدا كمان، والاكل المصري والزبده بحب. بس السنه دي بعد ما قعدت ادور قلت هبتدي اعمل ايه في رمضان وبتاع، فسالت كل الناس بيقولي نفسنا نطلع من رمضان خاسين. اسكتي، ما فيش حد شفت، وانا شخصيا نفسي اطلع من رمضان خاسين برضه. هنعمل ده لوحدي ابقى خاسين ازاي بقى؟ الحكايه سهله جدا، استعنت بدكتوره هايله جدا، دكتوره نانسي، هي دكتوره تغذيه. قلت لها بصي انا عندي الاكلات دي اللي عايزه اعملها، انا عايزه احولها من كده، وعايزه افقد نص الكالوريز وثلاث ارباع الفات. قالت لي اول حاجه تعمليها شيلي الجلد، اي حاجه انت بتستعمليها، وابتدي اشتغلي من هنا. الزيت بستعمل فوق اي اكله بعملها معلقه زيت واحده، واعمل كل حاجه واسوي بالشوربه. الشوربه بنجيبها وبعد ما تخلص بتدخل الثلاجه ويسكمت، نشيل السمنه اللي فوق، كل الحاجات بالطريقه دي. اكل مصري يعني، عامله رز بخلطه، عامله فخده، عامله بط، عامله حمام، بدل ما نحمر طب ما نحاول تسبريت شويه زيت ونحطه في الفرن. سامع؟ والله طعمه طلع رائع، الحاجات كلها طلع طعمها حلو قوي. هي تعمل ليها ازاي؟ احنا مالنا؟ لا، الناس اللي عايزين يعملوا لايت اهلا وسهلا.